أنا أول ما تضررت بالحرب اجت قذيفة بنص البيت اللي قاعدين فيها، قام إيدي قطعت بعيد عنك. المهم إنه بعد ما طلعنا من بيتنا نحن، وقت اللي صار هجوم هنيك في شفت مشاكل، المهم ما في اللي أحكي أكثر من هيك، يهجموا على بعضهم، انهزمنا البيت، بيتنا صار قريب على الطريق اللي بيطلع من لبنان على حمص، هي المساكن كلها صار يخبطوها ويجرفوها عشان ما تضل الحيطان واقفه. تخربت كل شيء، اغراض النادي دشرناه نحن، ليش؟ انه على اساس جمع الزمان نرجع او شيء، ما عاد حسينا نرجع، راحت الاغراض كلها. الله وكيلك طلعنا بثيابنا ما جبنا ولا غراض. بالتركس مسحوه من مع الارض، ثلاث غرف ومنافعون وكل شيء بقلبهم، ما ضل فيه شيء خالص. شو بدي اسولف لك بالنسبه للاغراض؟ كل بتعرف ان احنا 40 سنه عم نركض، جمعنا خير الله، عندنا اغراض وعندنا اليات وعندنا كل راحات. اي نحن كنا هون قاعدين، اجت الجمعيه شافتنا انه انت تلاليف، وتقدمت انه هلا صار ثلاث مرات عم مساعديننا. يعني كان علي كثير دين، وفيت ويعني ساعدتني بكثير اشياء، يعني جبت مثلا ثياب الي وله، او هلا هو يعني الحليب وحفوضات لهلا ما قطعت له اياهم لانه ما عم يفهم علي انه غير له حفوضه وهيك. يعني كيف الحفوضات عم يجيبوها هلا ب 22,000، انا من هاي البضاعه اخر شيء. ايه وشكرا لهم كثير، يعني عن جد انه بتشكرهم والله يجزيهم الخير انه على المساعدات اللي عم يقدموا لنا اياها. هلا يعني ان شاء الله انه بتزيد، انه ان شاء الله انه هيك على طول بتضل هيك الكفايه، انه هلا انه مقرر انه هلا على رمضان انا مثلا اجيب مثلا براد، انا ما عندي غراض. يعني هلا انا فتره انه هدول الثلاث دفعات اجوني، انا يعني الحمد لله استرت اموري بكثير شغلات ولسه شوي، يعني هلا انا غراض بيت ما عندي وبدي اجيب، انه براد ما عندي هيك، انه بتعرف برمضان شيء بده مثلا براد هيك، وموني اكيد وبدي كثير اشياء، انه كثير ساعدتني يعني هي الجمعيه.